اجا ابو كعكي ابو كعكي ابو كعكي تفضل هون شوي. ماني فاضي ماني فاضي مستعجل. اسمعوني يا ناس، اي اسمعوني منيح وفتحوا ادانكم. ها الساعة قربت يا جماعة، قربت كتير، وهي انا عم نبهكم لا تقولوا بكرة ابو كعكي ما حكى. بقى كل واحد يجهز زواته منيح، لانه هنيك ما بتنفع الا زوادة صالحة، ما بتنفع المحسوبيات، ما بتنفع الوصايد. هنيك ما في لا بيت ولا ابن جاري، والله والله لا تاكلوا قتل وتفرقوا والله. واذا ما صارت الجنود كنت انبكات ما بيكون اسمي ابو كعكي. في حدا عنده سؤال؟ انا ابو كعكي. مو هلا ولا خلاص بعدين اجلوني الاسئله هلا، كمان نبهتكم. يلا سنفل لو عالسنفل يان، سنفل لو عالسنفل يان، سنفل لو عالسنفل يان، شو ما قالك سنفل يان، شو ما تطلب سنفل يان، شو ما بدك ردوا معي، شو ما بدك سنفل يان، شو ما تطلب سنفل يان، شو ما بدك سنفل يان، سنفر 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 يا مسفور يا مسفور، سنفر لو عالسنفريان، سنفر لو عالسنفريان، سنفر لو عالسنفريان، سنفر لو عالسنفريان. وانا ابو كعكي كملنا الغنية بعدين ما اللي فاضي ولا مستعجل. اهلين اهلين ابو كعكي، تعال اقعد محلي اقعد محلي شباب، هنا كاسة شاي ابو كعكي. حجم عائلي كبير اكرم عينك كبر له اياها. على عيني. ايه ابو كعكي ليش ما سمعتوا غنيه للشب هذا؟ كشوا الدجاج من قدام البيت، يا ليت ترجع ايامي يا ليت، كشوا الدجاج من قدام البيت، يا ليت ترجع ايامي يا ليت. لك يسلم هالتم يا ابو كعكي. يا حبيب بدنا نطلب منك طلب ومنترجاك تلبي لنا اياه. اخوك عادل بده يخطب سلمى بنت ابو كايد زعروره. ايه عندي علم. وينك؟ اذا بده ياني يكون جاهه انا جاهز. هلا اتركنا من الجاهه ابو كعكي، بدنا اياك تحسب له منيح وتشوف لنا اذا بده يتوفق بهالجازه يا ترى ولا لا. تفضل عمي ابو كعكي. ايش شوي تشكى يا طيب؟ شو اسمها أم سلمى؟ فرحانة. فرحانة ماشي الحال. إذا قلنا حرف الراء 17، وشو اسم ستة؟ نعسانة. نعسانة والنون 13 صاروا 30. منطرح أول حرف من اسم العروس يعني السين، 30 ناقص 7 يساوي 21. يا بس 30 ناقص 7 يساوي 23. شو هاد يا؟ لا دخل أنت، أنا عم ربع وكعب وإجزر وما بدي حدا يتفالح. لك اخي لا تقاطعه، اتركه يحسب لحاله. شو اسم امك انت؟ سهيانه. ايوه. واسم ستك ام امك؟ طشيانه. طشيانه؟ والنعم والله. طيب سيدي اذا قلنا 14 زائد 15 يساوي 23 ناقص 4 يساوي 20، افتح قوس يا ربي، 21 ززر 20 يساوي شو بدي؟ واحد. ايه وشو طلع معك؟ يا سيدي رح يتوفقوا مع بعضهم ورح يجيبوا ولد واحد. بقى وينك؟ اتكل على الله وروح خطب البنت وان شاء الله تاخذك، لانه حلوه كثير سلمى وانت بشع. كتر النقد ها؟ نقد المتقدم لانه بتستاهل، ولا تزنق حالك بالمتاخر احسن ما تندم. ها يسلم هالتم ابو كعكي. ايه ناولوا ناولوا اوام ناولوا اللي فيه نصيب. مبروك عديل. الله يبارك فيكم يا رب، شرف ابو كعكي. نعمة كريم، اللهم ديما نعمة. مبروك عدول. مبروك. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم يا رب. هيك بيكون اطمن بالك. ايه والله اطمن. هات يا ولد، وزع لمنادى للكل على حسابي. ابو كعكي ابو كعكي. يلا ابو كعكي. يلا من هون. لعم شو هذا؟ شو هذا؟ لعم شو هذا؟ لعم شو شغلين؟ لعم يا اهل الضيعة. ساعدكم قربت ما في كلام، جهزوا غلاطة وضبوا حالكم، الساعه
سلمان. اهلا وسهلا. شو خد لك هالرمانة؟ رمان؟ طب اكل الرمان والله طاب. افقش يا روحي افقش افقش ومسمس لحي حالك يا حباب حتى ساعتك انتي قربت. ها يك ايش بره وبعيد عني؟ ليش هيك عم تفاول علي؟ انا عم بحكي عن ساعتك الثانية، انا عم بحكي عن ساعة فرحك، يعني القصة عم تعصعص وتستوي على النار، ويلي بالك منه كمان ناطق على النار. الله يبشرك بالخير، هاي خبرية بتستاهل عليها 50 ليرة. إذا شفت عادل قل له سلمى بتسلم عليك ولساتها على العهد. أنا عهد؟ ما رح بعهد، الحكومات ما عم يضلوا على العهد حتى تضلي أنت. أنت وصل الرسالة وما عليك. أمن عيوني على عيني وراسي، خاطرك. مع السلامة. كشو الدجاج من قدام البيت، يا ريت تعود أيامي يا ريت. كشو الدجاج من قدام البيت، يا ريت تعود أيامي يا ريت.